أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الإسلام والسلام الذين أولى على الكريم وعلى الكريم وعلى تقدمونا جميعا بحرص الشكر والتقدير لله كل ما تقدم اليهم بالعزاء سيدنا المولى عز وجل يعز عبده لنا ان يقرا في هذه الليله في ميزان حسنات الفقيد الراحله اللهم امين امين. اخوه الايمان والاسلام شكر الله سعيكم جميعا ولنا لقاء بعد صلاه العشاء ان شاء الله.